اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام مره جديده ببرنامجنا صحتين وهنا، البرنامج اللي عودتكم يعطيكم الوصفات السهله والمفيده. وصفتنا اليوم هي البطاطا بسلق، وعندي وصفه ثانيه هي سلطه الخضره. رح بلش انا بالوصفه السلق. لوصفه السلق ببطاطا بقوز نص كيلو سلق، باقه كزبره، كويس بصل مقشر او بصل مقطع، ثوم، كمون، بهار حار وملح. بطاطا مقشرة قبل بوقت أنا قشرتها ونقعتها بالمي، لأنه إذا ما نقعنيها بتسود، فإذا الست البيت بدها تحضر قبل الوقت لازم تحطهم بالمي. شوية حامض، زيت زيتون وزيت نباتي. رح ولع أنا بلش بتوليع نار على الطنجرة، حط شوية زيت نباتي، بلش قلي البصل كويس، وطبعا مع شوية ملح لأنه بسرع عملية القلي وبتحمرهم أسرع. بهالوقت أنا رح أقطع البطاطا لمكعبات صغيرة، البطاطا الغنية بالأملاح المعدنية بالكربوهيدرات النشويات اللي بتعطي طاقة للجسم وأكيد سهلة الهضم. أقلب البصل أنا رح كفي تقطيع البطاطا. بهالوقت بتكون البصلة حمرت شوي، رح ضيف الثوم طبعا بعد ما تستوي البصلة. حضر التومات لحطهم بالمقلاية بالطنجرة، طبعا حسب طلب تحطوا توم. والتوم اللي كمان بفيد لتنزيل الضغط للكوليسترول، وطبعا لطرد السموم من الجسم. بعد ما تقلوا البصلات شوي رح ضيف الثوم. خليه يتقلوا شوي، ما بدي خليهم يتقلوا ويحمروا لانه بدهم بمرمير الثوم. شيل المي، حط البطاطا هون، طبعا فيكم تحضروا البطاطا مقطعة بس تحطوها بالمي حتى ما تسود قبل بوقت. هاي تقطعت البطاطا، ما بدي خلي توم يحترق، رح وطي النار وبلش ضيف البطاطا على الطنجرة. Thank you.
هكلة خفيفة وبعيدة عن الدهون. هكي بسكر الطنجرة بلش قطي انا السبانخ. بهالوقت خلينا ننطر الطنجره شوي لتتقلب البطاطا، وانا رح اقطع شوي من السلق. لبعد الفاصل نرجع معكم بنكفي معكم الوصفه هي البطاطا بسلق، فخليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا ببرنامجنا صحتين وهنا، واللي كنا بلشنا بالفاصل قبل الفاصل الاول نقلي البطاطا مع الثوم والبصل، وكنت عم بقطع السلق. البطاطا بدها تضل شي 10 دقائق عم تتقلب على النار لتستوي شوي البطاطا. قلبتها مع الثوم والبصل، وهون انا عم بقطع السلق تقطيع ناعم تقريبا، يعني مش كثير ناعم بس منه مش قطع كبير كثير. والسلق اللي هو غني بالحديد، غني بالفيتامين A وفيتامين B والسي، يعني فيتامين B اللي بتقوي الدم فقر الدم، وفيتامين C بتعطينا مناعة من الرشح، والحديد. وخاصة إذا اجتمع الحديد مع الحامض بهالوصفة، رح زد له حامض، بتعزز امتصاص الحديد بالدم. فأنا عم بعمل طريقة إنه أنا استفيد من كل مكونات الوصفة. صار فيني أحط السلق فوق البطاطا. قلبها لتدبل. رائحة زكية. هلأ رح أفرم الكزبرة، ومثل ما قلت لكم بحتفظ بالعروق، ما بكل بكل العروق تبعه، ما بكبه لانه فيها طعمه النكهه القويه بالعروق. مثل ما بنعرف انه الكزبره مفيده لنفخه البطن وملين للمعده، واكيد اللون الاخضر اللي بيعطيها الفيتامين بي. نضيف الكزبرة فوق الوصفة اللي صارت مألفة من البطاطا، من الكزبرة، من السلق، الثوم والبصل. بيلبق لها الكزبرة بكترة، فرح حط كل الباقة. هلا رح ضيف زيت الزيتون الني، واللي انا على طول بحب حط بالوصفه تبعيت الزيتون زيت الزيتون ني، لانه غني بالاوميجا 3 وما بحب احرقه، وبنفس الوقت تعطي نكهه طيبه للوصفه. رح حط قدر معلقتين او معلقه حسب انتو اذا عاملين حميه ولا لا. بوطي النار، بحط شوية ملح
تقريبا نص كباية مي، هاي مكونات كلها صارت بالطنجة. رح سكر عليها لتستوي على مهلها، وبهالوقت انا رح حضر لكم الوصفة الثانية اللي هي سلطة الخضرة، وبتشوفوا المكونات على الشاشة، فانطرونا للفاصل الثاني، فخليكم معنا.